ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكمل خطوات الشنطة اللي احنا كنا عملناها اللي هي البورتوفي. احنا كنا وصلنا لحد السطر الخامس وسبتكم وانتوا بتكملوا السطر الخامس، قلت لكم انا هكمله. النهاردة ان شاء الله هنبتدي السطر السادس. بصوا كده زي ما احنا شايفين السطر السادس عندي هنا هيكون كله اهو، السطر السادس هيكون كله باللون الاسود، السطر السادس هيكون كله باللون الاسود. طيب السطر السادس ده يعني ما بعد ما اشتغله هيكون عندي كام غرزة؟ هيكون عندي 48 غرزة، 48 غرزة. طيب همشي ازاي 48 غرزة؟ هيبقى 4 غرزة، 4 غرز عادية. يعني ايه 4 غرز عادية؟ يعني 4 غرز حشو، 4 غرز حشو وغرزة تزايد. يعني ايه غرزة تزايد؟ يعني الغرزة الاصلية زائد الغرزة الاصلية زائد الغرزة اللي انا هزودها، زائد الغرزة اللي انا ايه هزودها. يبقى انا السطر السادس هيبقى 48 غرزة، 4 غرز حشو عادية خالص زائد غرزة غرزة تزايد، يعني 2 غرزة تزايد اللي في واحدة عندي أساسية زائد غرزة التزايد. تمام، هوريكوا برضو ازاي. احنا هنا عشان نغير اللون، عشان نغير اللون زي ما احنا شايفين كده اهو، لازم مقفلش السطر عشان ما اجي اغير اللون. تمام، بعمل ايه؟ انا بشتغل السطر عادي خالص اهو، بس لما باجي بخرج بخرج باللون اللي انا المفروض هشتغل بيه بعد كده. تمام، دي خطوة مهمة جدا نخلي بالنا منها. هنا انا مش محتاجة الماركر في حاجة، ليه؟ لان انا لما بشتغل اللون جديد فباين انا ابتديت من انهي سطر. هنا السطر السادس زي ما احنا قلنا 4 غرز عاديين خالص اهم، ايزي 1 2 اهو، 3 4. على فكرة انا ماشية الدعامة معايا اهي، زائد اللونين الخيط اللي انا هشتغل بيهم. يبقى انا عملت كده 4 غرز عادي، وهعمل بقى 2 تزايد. انا عندي واحدة هنا الغرزة الاصلية، ادي واحدة، وهعمل كمان في نفس الفتحة او في نفس الغرزة واحدة كمان، وبعد كده اعمل 4 غرز عاديين تاني، ادي 1 2 3 4، وهرجع اعمل 2 تزايد، ادي واحدة وادي التانية. طبعا انا هكمل بقية السطر لحد الاخر وهرجع اوريكم هنكمل بقية السطر ازاي. هنا للسطر السابع، السطر السابع كده زي ما احنا شايفين عبارة عن غرزة لون وغرزة تانية لون تاني. طيب احنا دلوقتي هنشوف ازاي هنعمل غرزة لون والتانية لون تاني. السطر السابع، السطر السابع بتاعنا، السطر السابع بتاعنا عبارة عن كام غرزة؟ السطر السابع عبارة عن 56 غرزة. بعمل 5 غرز عادية وبرضو غرزة تزايد. ده السطر السابع، السطر السابع هيبقى 56 غرزة، 5 غرز عادية ورا بعض وبعد كده غرزة تزايد. بصوا كده هنا اهو انا خلصت السطر دوت. طبعا المفروض ان انا قبل ما اخلص السطر بعمل ايه؟ عشان طبعا انا هنا هشتغل بلون جديد، المفروض ان انا هاجي باللون الابيض اللي انا هشتغل بيه عشان هنعمل واحدة بيضة وواحدة سودة. اهي هنعمل واحدة ابيض وواحدة اسود زي ما احنا شايفين كده. ادي هخرج اهي بالبيضة، شدي كده الخيط من هنا كده، وهعمل من هنا واحدة بيضة اهي،
زي ما احنا شايفين كده اهي. هنا بقى لما اجي اخرج عشان نعمل واحدة واحدة، ما اخرجش بالابيض، لا اخرج باللون الاسود، ومع الاسود اخرج بالابيض، ومع الابيض اخرج بالاسود، تمام. اهي هخرج بالايه؟ باللون الاسود. طيب اللي وراها، اللي وراها هعملها باللون الاسود اهي. منساش ان انا اخد الخيوط بتاعتي معايا اهي، تمام. اعمل ايه بقى؟ اخرج باللون الابيض اهي، ابتدي اخرج باللون الابيض اهي. احاول ان انا اسحب كده الخيوط عشان ما تبقى ايه، وهعمل واحدة بيضة اهي، وهخرج باللون الاسود. طبعا انا يعني انا هوريكم بس اول كام غرزة وانا هكمل اهي. هعمل بعد كده اللي وراها الاسود، وهخرج باللون الابيض اهي. كده انا عملت كام؟ 1 2 3 4. معنى كده ان انا في السطر الجاي هعمل 2 غرزة تزايد، هعمل واحدة بيضة انا هنا المفروض ما كنتش خرجت الا بالابيض اهي اهي، هخرج بالغرزة البيضة اهي، تمام اهي. كده انا عملت 1 2 3 4. هنا هشتغل بالابيض واحدة اهي بيضة، وهخرج بالاسود اسحب كده الخيط مني اهو، وهشتغل في نفس الغرزة واحدة سودة اهي، وهخرج بالابيض كده. كده هيديني الايه؟ كده هيديني الغرز واحدة بيضة وواحدة سودة اهي. شايفين ابتدت تظهر ازاي اهي؟ واحدة بيضة واحدة سود. طبعا انا بقى هكمل 4 نفس الشكل اللي انا عملته ده، هكمل 4 غرز عادية واتنين تزايد. عملت الدايرة بتاعتي زي ما احنا اتفقنا، اللي هي 56 غرزة، 5 غرز عادية واتنين غرزة تزايد. طيب السطر الثامن همشي فيه ازاي؟ السطر الثامن هيبقى حوالي 64 غرزة، السطر الثامن هيبقى 64 غرزة، 6 غرز عادية، 6 غرز عادية، وبرضو غرزة تزايد، غرزة تزايد. هنخلي بالنا هنا ان السطر اللي هنا، الثلاث سطور اللي ورا بعض دول بخط بلون عادي خالص، يعني هشتغلهم عادي خالص. الجزء الثالث ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل الشكل ده، تمام. يعني احنا هنقف لحد السطر التاسع اهي، السطر التاسع هقول لكم برضو السطر التاسع هيبقى ايه. السطر التاسع هيبقى 72 غرزة، تمام، 7 غرز عادية وغرزة تزايد اهو. انا بعد ما عملت كده المفروض ان انا هعمل بقى السطر اللي هو الثامن 6 غرز عادية. يعني انا هنا خلاص اهي هبدل الخيط. المفروض ان انا لما باجي بخرج من هنا بخرج باللون اللي انا هشتغل بيه، لا انا هخرج من هنا باللون الاسود بتاعي عادي خالص اهو، وهشتغل طول السطر معايا اهو زي ما احنا شايفين كده. هاخد بقى الغرز دي كده معايا اهو، وهعمل السطر ده
كله باللون الاسود اهو، واكمل لحد اخر السطر. هعمل اهو 6 غرز عادية، اجي 1 2 3 4 5 6 اهو، وفي الغرزة السابعة هعمل 2، واحدة العادية بتاعتي وواحدة تزايد. اجي اهي هنكمل اهو 1 2 تمام. هنعمل 6 غرز عادية واتنين تزايد، ونكمل لحد اخر السطر. وبرضو السطر اللي وراها هنعمل 7 غرز عادية واتنين تزايد. ان شاء الله السطر العاشر هوريكم ازاي نعمل الشكل اللي هو الموجود معانا. نتقابل في فيديو ان شاء الله في الجزء الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.